بلهفة وشوق والكثير من الأسئلة التي تبحث عن إجابات، يزور عيدان مع عائلته هذا الكرنفال السينمائي الضخم الذي يحتضنه شاطئ مدينة ريشون لتسيون ليتعرف على كيفية إنتاج الأفلام السينمائية. حاله حال عشرات الأطفال الذين توافدوا لحضور افتتاح كرنفال عالم السينما. المناسبة أتاحت لهم الفرصة وللمرة الأولى برؤية ما يجري خلف الكاميرات وفي الكواليس أثناء تصوير الأفلام السينمائية. أتساءل دوما عما يفعله الممثلون المشهورون وراء الكواليس، ماذا يفعلون؟ وهنا حصلت على الإجابة، إذ بات بالإمكان رؤية ما خلف الكواليس. هذا رائع، فأنا أحب رؤية الأفلام كثيرا. تحضيرات مكثفة وعلى مدار أشهر سبقت انطلاقة هذا المهرجان الضخم والفريد من نوعه، والذي يقام لأول مرة في البلاد ويستمر على مدار 3 أيام، ويهدف إلى إتاحة الفرصة لمحبي عالم السينما والأفلام الاطلاع على كيفية تجهيز المشاهد السينمائية ومعرفة طرق تحضير الأفلام ثلاثية الأبعاد، بالإضافة إلى التعرف على الحقيقة الكاملة التي تكمن وراء المشاهد الخطرة التي يؤديها الممثلون في الأفلام كالقفز من أماكن شاهقة وغيرها من فنون السينما. لقد جئنا بفكرة هذا الكرنفال السينمائي عن كيفية صناعة الأفلام حتى نشرك الجمهور صغارا وكبارا بهذه المتعة وندخلهم إلى عالم السينما وعالم ما خلف الكواليس. هذه تجربة أعتبرها ناجحة جدا، إذ انعكست على كمية الحضور منذ لحظة الافتتاح وهذا مذهل. العديد من المحطات والفعاليات والاستعراضات تخللها هذا المجمع السينمائي الضخم الذي تزامن افتتاحه مع الاحتفالات بعيد الفصح، ما شجع العديد من العائلات على القدوم إلى المجمع للاحتفال بالعيد من جهة وللمتعة والمعرفة من جهة أخرى. اليوم هو يوم عطلة بمناسبة عيد الفصح الذي نحتفل به، وقد ارتأينا القدوم إلى المهرجان الضخم الذي سمعنا عنه الكثير. نرى أن مجهوداً كبيراً بذل فعلاً هنا، ولذا فهو ممتع جداً. هذا أشبه بلمس النجوم عن قرب، إنها بالفعل متعة حقيقية. المئات من عشاق الأفلام السينمائية توافدوا إلى هذا المهرجان والذي يقام لأول مرة في البلاد، وذلك لرؤية شخصيات أحبوها من خلال الشاشة الفضية ولمعرفة كيفية صناعة الأفلام وما يجري تحديداً خلف الكواليس. من ريشون لتسيون، فيوسف اليوم على الحرة.